كنا الآن ننبه البعض، وهذه عندنا بعض الإعلانات والتوجيهات. يصر كل وزارة الداخلية دعوتكم لزيارة جناحها وأجنحتها قطاعاتها الأمنية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33. هذه وزارة الداخلية. أما بنك البلاد فهو يدعوكم لزيارة جناح البنك بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة والتمتع بالعديد من العروض الحصرية والزوار ولزوار المهرجان، وذلك بداية اليوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء تاريخ 3/5/1440 صباحا وحتى الساعة 11 مساء لجميع الأيام، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 12 مساء والليلة، ونحن نحتفل مع بلادنا الحبيبة باليوم العام 33 للجنادرية. جينا بكم إلى هذا المكان لأن هذا هو التراث، تراث بلادنا ووطننا الحبيب. أنا كل تراث وموجود في تراث الآباء والأجداد اللي عاشوا عليه، أي لهذه الحبة النعمة من نعمة ربي، وهذا أيضا من تراث الوطن ومن بلاد خلف بلادنا الحبيبة اللي هو الذرة. ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله يتمها نعمة على وطننا وعلى بلاد المسلمين ويحفظها من الزوال. الآن نحن كما تشاهدون هذا في الأرض حب موجود ما شاء الله، هذا حب الذرة الأحمر، وهذا النوع الثاني اللي لا يعرفون هذا القصب أحمله على ظهري، هذا هو القصب كما تشاهدون أحمله. هذا الآن انتهى، ما عاد باقي إلا أيام ويجعلونه مزواب، يزومنه إن شاء الله بعد ما يخلف يجعلونه مزواب. هذا القصب اللي هو خلاص انتهى قطفه منه الحبة والعدد. فإذا التراث يعلم أبنائنا وأجيالنا الجديدة بماضي آبائهم وأجدادهم، ويثقفهم ثقافة طيبة، ويعلمهم بماذا عاش عليه الآباء ونشأ وتربوا. فإذا هذا ماضي آبائنا وأجدادنا، ومن لا ماضي له لا حاضر له. أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله، ودائما وطننا من احتفال إلى الاحتفال.